واحد نبض واحد. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. ألم واحد هذه أول خطوة، كونوا انتوا القدوة، هذه أول خطوة، كونوا انتوا القدوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة، في سبيل الخير بالكرم والنخوة. عمل واحد هدف واحد، الله عمل واحد هدف واحد. حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم. نبض واحد، قلم واحد، امل واحد، عمل واحد، هدف واحد، قلب واحد. اليوم ايش قال لنا بقره؟ ايش ممكن تسوي في عائله كامله؟ بقره ممكن تغير حياتهم. يعني احنا الليله، احنا طبعا دخلنا في مشاريعنا حاليا، احنا الليله مشينا مثلا لقريه كلهم تحت خط الفقر العاشر، تحت، فهمتوا؟ يعني تعبانين شديد، وبعد ده كله فيهم ناس معاقين، يعني سبحان الله ربنا يعني مبتليهم، لكن باذن الله ان شاء الله يعني لخير لهم في الدنيا والاخره. لكن يعني شوف، احنا لما جينا سالنا كان معنا واحد من الشباب، واحد من امامك الكبار ديل، زول ما شاء الله يعني عنده خبره في البلد وكذا، فكنا نتكلم نتناقش احنا كيف المشروع اللي نقدر نوفره لهم، عشان زي ما قال حصل لهم التمكين الاقتصادي او الاكتفاء الذاتي لهم، من هنا رقشه ما رقشه، كار وما كار. فجينا حكايه بقره، الله يكرم السامعين يعني، ولا فقال البقره دي ممكن لو جبت له بقرة فريزيان بسموها البقرة الحلوب دي، بيجيب له مثلا 30-40 رطل في اليوم، الرطل بثلاثة جنيه. شوف يعني 30 رطل في اليوم، لو افترضنا الرطل بثلاثة جنيه 90 جنيه في اليوم، 90 جنيه تجيه، قال بيخسر له منها 30 جنيه، 40 قال 40% أكل مثلا، يعني شوف 50 صافي. شوف دي بقرة يعني 50 جنيه في اليوم صافي، دي لو جبت له بقرة واحدة، ما بالك البقرة دي بعد سنة ممكن تبقى كم؟ تاني جيب لها واحدة صغيرة، عجل صغير كده، ها بعد شوية بقرة، اثنين تلات بعد سنتين، يعني ممكن مشروع يكبر. بقرة ما تشبع، حاجة بسيطة. بقرة ما يشبع. لا يشبع. الأرض خير، الأرض الخير مليان. الأرض خير يا أخي، الخير مليان. وهنا اللي تدخل الدهن عقلك. رخيص العلف حقها رخيص جدا. يعني ما بكلف. شوف دي بقرة بس، يعني بقرة بس. فسبحان الله اللي وزعته يضمن يشرب لبن واولاده يشرب يعني لبن. يعني يعني بالاتفاق، عشان بس يكون في يعني المشاريع اللي تحسونها هي بتدر على يعني على اهل القرى الفقيره. يعني احنا نقول ان لكل مكان خصوصيه وظروف معينه هي اللي تحدد الحاجه. على كم البقر بالسوق؟ على 20 قالوا المميزه جدا 20,000 من 20-25,000 جنيه سوداني. حتى مناظر الفرق كلها اللي مرت فيها، مشاريع الفرق بتعكس المشاهد اللي يشوف البرنامج عن الحوجه الحقيقيه للانسان في السودان. احنا اصلا دورنا نرفع ثقافه المتبرع، مثل ما احنا كان واجب علينا نجي ونستفيد من هالتجارب، نرفع ثقافتنا احنا كمشاركين في البرنامج، ايضا احنا ننقل الصوره، صح ولا لا؟ قلب واحد قلب واحد نبض واحد، قلب واحد نبض واحد. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. هذه أول خطوة. والمدرسة دي حقيقة اتأسست من سنة 96،
على حسب الوضع الاقتصادي تعبانة معنا ما قدرنا أكملناه لحد الآن. كم فصل عندكم هنا؟ عندنا لحد الآن هنا الفصول 100% جيدة، فصلين فقط، وده الثالث اللي احنا شغالين فيه. أساس مش؟ أساس كله هاي، هو مفروض يكون 8 فصول. نعم. على حسب الوضع الاقتصادي من سنة 96 لحد الآن نحن قاعدين في فصلين يادوه على الأساس الثابت المتين الاثنين دل فقط. أما ده من جهد ولحد الآن غيته ما تمينا وعمامكم يهودة ما شاء الله. أما ذاك الفصل ذاك برضو فوق انهار. أما ديل الاثنين ده مدمرين تماما، لجونا ناس الإمراني تخطيطهم أنا لجونا الفصول ده تماما. لا عندنا مكتب زي الناس، معلم قاعد فيه، والمكتب الحسة حاليا دايرين نبني يهودة مع الفصل ده طوالي. يهودة باب بتاعه لسه ما أكملناه. طيب الفصلين الموجودين كم طالب يشيلون حاليا؟ اثنين بس موجودين. أدري أدري. الفصل واحد كم طالب؟ الفصل واحد ده لحد 50 طالب. طيب الطلبة التانيين بيقروا وين؟ يعني الأولى والثانية. تمام. ثالثة ورابعة. تمام. لحد ما خامسة نضطر ننقل الطلبة في القرى اللي حولنا. عندنا سديرة غربية وشرقية، عندنا عدد كبير جدا بيتنقل من هنا بقرا في السديرة الشرقية والغربية، حتى سابعة وثامنة كلها بتقرا برا. زين الآن كم فصل عندكم أنت ما أتم بناء يعني؟ هذا واحد. ده واحد. وعندنا ثاني من المفترض يكون 8 فصول، عندنا اثنين. دي واحد، ثاني محتاجين 5 فصول غير الفصل. زين السقف تقريبا تكلفته كم السقف؟ السقف ده طبعا ده عقد تقريبا ما يكلف غيته جاب لنا حكايه كم غيته انا ما اعرف، زي 30 مليون ولا شنو ما اعرف كده. 30 جنيه تقريبا. هذا السقف حق الفصل الواحد. ده حق الفصل الواحد. ايه ممتاز. وفي مكتب معه غير جوه التشطيب والحاجات دي هذه. لا لا دي برا ثاني. دي برا ثاني. 33 مش غير، بس اهم شيء السقف. طيب عريش بس على السقف هذا. كم طالب يدرس هنا؟ ما في عدد طلاب. هو المفترض يكون مكتب لانه حوجة المدرسة بيجوا يخطوا فوق الطلبة ويقعدوا في الارض في الخريف. في الفصل ده بالذات لما تجي مطره بيكون في طين، وهنا الطلبه بيندون اجازه ما بيقروا، ما في وقت المطر. وفي الشتاء لما نجي الشتاء غارس برضه بندى الطلبه اجازه. ما بيقروا وما فيها سور، البهايم والحيوانات بتجي تدخل بالمدرسه. وما فيها دورات مياه ما موجوده فيها. وهذا العام عندنا الفصل السابع 7 فصول ما عندنا، في طلبه بيدرسوا في خارج هنا برا برا الظل خارج المدرسه. نحط الكنب هنا ويجيبوا سبوره متحركه وبيقروا. حاليا فيها 7 فصول هناك، والموجودات فصلين الجيدات. شفتوا يا جماعه هالمدرسه هذه لا عندها لا كهرباء ولا مياه. السور اللي المفروض يكون فيه سور حق المدرسه ما مش موجود عندهم. السقف العادي اللي اي يعني اي شخص يدخل اي مكان لازم يتوفر لهم سقف مش موجوده. ابسط امور اللي توجد في المدرسه العاديه اللي موجوده عندنا في بلادنا مش موجوده هنا. فنتمنى من المحسنين اللي يشوفونا من خلال هالبرنامج وشاهدوا هذا حال هالقريه هذه وحال هالمدرسه هذه انهم يساهمون ويكون لهم يد في بناء هذه الفصول اللي طلاب كثير هني ينتظرونها. وانا متاكد ان شاء الله ان في حد من المتابعين راح يتبرع ببناء اكثر من فصل في هذه المدرسه ان شاء الله. احنا طبعا تونا طلعنا من المدرسه وشفتوا شلون السقف كان يعني متساقط ومتهالك. واللي لفت انتباهنا واحنا بالطريق يا اخي شفنا البيوت شلون جدا متواضع. يعني شوفوا ترى احنا بقريه، ها قريه ولها. شوف السرير هذا برا، ها بيوت طين ده عن قريب. وشوف بصراحه البيوت قريب. ايش رايكم نزور حد هالبيوت هذه؟ بس والله ما ندري اذا يرضون ولا ما يرضون، بس خلينا نجرب. تراب تراب، هذا بيوتهم. طين هم مجمع خلاص. ربيت كثير كذا، ليش كسرت البيت يا شيخ؟ لا مو عشاني، والله عشان نوري الناس يعني المشاهدين. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. بارك الله فيك. الحمد لله. طيب ما شاء الله. كيف الحال؟ كيف الحمد لله؟ طيب ان شاء الله. ما شاء الله. الله يحييك. الحمد لله. مرحبا بكم والله. بيتك هذا؟ ايه ما شاء الله. الحمد لله. اسمك بالخير؟ عبد الجبار موسى. ونعم حياك الله. حياك الله. فرصة سعيدة حبيبي. نعم والله. احنا ودنا ندردش معك شوية، نسأل كم سؤال إذا ممكن. مرحبا تفضلوا. حياك الله. أنت من كم سنة ما شاء الله في هذا البيت؟ والله يا اخي حوالي 32 سنه. ايوه 32 سنه هذا الغرفه ما شاء الله تبارك الله. طيب وهذا السور اللي بنيته من متى تقريبا؟ دي يكون بعد سنه سنتين تبني منه. ايوه كل سنه سنتين. كل سنه سنتين تبني منه. ترجع تبني مره ثانيه. ترجع تبني مره ثانيه. نور انت تراب تعبان كلها طين. ها ايه طيب. والله مرحب شغال شريته. والله يا عامل دروع.
عامل ترعة. درع ممكن. عامل درع يا. عامل درع غير زغيره. عامل حر يعني. عامل حر. يشتغل زراعة يشتغل. ما شاء الله تبارك الله. طب عندك يعني حتة معينة بتشتغل فيها ولا كل يوم شغل جديد ولا؟ لا لا كل يوم شغل جديد حتى الله يدوي. زين طيب هذا وقت الخريف لما ينزل المطر شلون ينزل داخل المطر ولا؟ نقض. نعم. لابد بيكون صمان المطر تعمل مشأمة مرات. او محلات زي مقطوع هذا تجيب لك الشوار تاع السكر تقطعها تلصق المحلات دي بالشكل زي ده عشان ما ينزل مطر ايوه. لكن احيانا ينزل عليكم يعني لو ايش سويت يعني لان هذا مش سقف والله يا سقف هذا والله يا اخي الله قال لي هذا سقف والله غالب عندنا هنا. انت ايش الشغل اللي تحس نفسك متمكن منه احسن شيء ممكن تسوي زي الدواجن ممكن دواجن نعم تعرف دواجن تربي دواجن. نعم تعرف انت قاعد تربي دواجن عندك انت ربيت. عندك هني دواجن تربيهم؟ لا لا ما عنديش الناس بس هنا الدواجن مطلوبه في المنطقه الناس تشتري تاكل دجاج كثير نعم كم جداده تحتاج عشان تبدا والله يا اخي داير التقفيفه اول حاجه داير كهرباء وداير يعني يمكن خزيره زول يبني فيها يعني بتاعت فوق حاجه كثير مره يعني الدواجن يمكن بيكلف ربما تكون بيكلف يعني 200 150 مليون سوداني 150 الف جنيه اه يعني تقريبا 70 الف هذه مزرعه كامله مزرعه كامله ابو سعدون تعال انا جاتني فكره انا اقول لك شيء كم سعر الركشه ب 30 الف يمكن 30 الف ايوه حوله ايش رايك نشتري ركشه ونجيب لها مفاجاه يلا بغيت اقول موجود هنا ايوه بس الركشه هنا تشتغل ولا لا هذا السؤال الركشه بتشتغل في فتره لما يجي الخريف ما تقدر تشتغل ما تستعمل طين يصير في طين في حق المدينه كذا ما شغال نعم قلب واحد الناس افضل شيء يقدم لهم ايوه هم مشروع تكافلي لا الاسر دي كلها حاله زي بعض لما يكون في مشروع تكافلي مثلا مشروع بتاع دواجن مشروع تسمين ابغار فجول كده مشروع بتاع ابغار حلوب كده مشروع يكون مشروع تكافل ايوه الناس زي جمعيه زي جمعيه خيريه حقت الغريه كلها تشمل الغريه كلها والدور داخل الغريه كلها وكلهم بيتعاونوا يعني كلهم الحمد لله بيشتغلوا كلهم ايدي عامله بس من بيكون مسؤول عنها موجودين الناس هنا ما شاء الله يديروها ما شاء الله يعني هذه اول خطوه كونوا انتوا القدوة هذه اول خطوة كونوا انتوا القدوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة شوفوا شباب فكرة البقر دي فكرة حلوة لان انا 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 اشوف انه ما ادري انا ايد فكرة ان احنا نشتري نشتري البقرة قراءة وثنتين ايوه احنا نشوف ممكن نرجع نشوف نحسب الميزانيه وكم باقي عندنا بجت ايوه وفكره بقراءة وثنتين صراحه فكره ممتازه أيوة. لان يقول لك المنطقه هذه كلها اصلا يعني جايه من ثقافه زراعه و... ورعي تذكرون يعني لما كنا نتناقش عن الركشه هذه الركشه ما تصلح هنا راح يستعملها فتره معينه لكن في الخريف طين ما تمشي ما لكن تمشي. البقر الله يعزكم على السامعين كل الناس اللي بتشرب حليب وكل الناس بتجي ايوه اقرب حق الناس وبجيب في اليوم قال بتجيب 30 رطول بعضها طيب خلاص توكلنا على الله البقره خلاص ما مشكله ايوه شوف واحده ولا اثنتين نقول له والله على حسب تاكله لا لا احنا ما نقول له احنا نجيب له مفاجاه احنا نروح نشوف نحسب البادجت مالنا كم باقي عندنا ايوه واذا كذي ونشوف وخلينا نشوف هذول بس لازم نروح نشتري هذا هو قاعد اقول لك المباشر زين خلينا نسال اول شيء وين اقرب مزرعه واحسن نوع وبناء عليها ناخذ قرارنا ايش رايكم يلا يا ريس توكلنا على الله ولمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن أو عن طريق التحويل البنكي على الحساب التالي كما يمكنك التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل فريق النيل الرمز رقم 1 فريق أبشر الرمز رقم 2 فريق الأجاويد الرمز رقم 3 حسب الأرقام التالية عمل واحد هدف واحد
عمل واحد هدف واحد قلب واحد قلب واحد نبض واحد قلب واحد نبض واحد يلا شدوا الهمه. رحنا ايضا احنا جمعيه خيريه زراعيه. شو اسم القريه؟ كسمبر. كسمبر ولايه الجزيره. ايه ولايه الجزيره. هذه عندها 175 فدان وبداوا تقريبا من 50 سنه تقريبا او 60 سنه تقريبا الجمعيه هذه، وبداوا بمساهمات بسيطه يعني ممكن تدفع انت جنيه او جنيهين حسب اللي تقدر عليه لتقريبا 50 جنيه. وممكن اي واحد يساهم في هذه الجمعيه. من احدث مشاريع الجمعيه انهم دخلوا في عالم الفواكه. حلو. فعندهم تقريبا ما ادري 5 أو 6 فدان. قلب واحد. السلام عليكم. كيف حالك؟ قلب واحد. تفضل. نبض واحد. مرحبا بكم في الكسمبر محلية الكاملين ولاية الجزيرة. هذه القرية لها 400 عام ما تم. ما شاء الله. وهي قرية يعني عدد من قبائل الموجودة في السودان هم موجودين في هذه المنطقة. سكان تقريبا 5000 نسمة. غالبية أهل هذه القرية هم مزارعون، والزراعة هي قبل أكثر من 300 عام كانت هنالك ما يسمى بالسواقي على النيل. هذا هو النيل. الجمعية الكسمبر أنشأت سنة 1947 ما شاء الله باسم شركة الكسمبر الزراعية. سنة 1950 تحولت إلى جمعية الكسمبر التعاونية الزراعية في إطار التكافل بين الأهل للقرية. 73 أسرة بأسهم من جنيه إلى 57 جنيه تقريبا. أهلنا آبائنا وأجدادنا السابقون كانوا هم أنشأوا هذه الجمعية التعاونية منذ أكثر من 60 عام. ما شاء الله. جمعية ظلت مساحتها تقريبا 177 فدان على النيل الأزرق. أرض طينية درجة أولى ممتازة جدا في كل المحاصيل وفي كل الزراعة. ما شاء الله. الجمعية بتساهم مساهمة فاعلة جدا في، لأن هي جمعية تكافلية أصلا. تكافلية وخيرية، بتساهم في كل الشؤون الاجتماعية والخدمات الموجودة في الكسمبر، من مدارس إلى مركز صحي. فيها 4 مدارس، مدرستين أساس مدرستين ثانوي، فيها مركز صحي متكامل. الجمعية فيها 4 مساجد. الكسمبر فيها 4 مساجد يعني الحمد لله. فيها مسجد لسه ما اكتمل، في 3 الآن. في الكسمبر فيها خلاوة للقرآن للنساء والأطفال، خلاوة يعني ممتدة منذ سنين، يعني عشرات السنين. خلاوة هي بتخرج الطلاب قبل المدارس. وهذه الجمعية عندما أنشئت برأس مال قليل، ثم في إطار التحول الزراعي وفي إطار النهضة الزراعية اتجهت الجمعية للاستثمار الزراعي. الآن لديها عدد من المشاريع استثمارية، دواجن وأبغار ومخازن للتبريد، تبريد وحفظ الخضروات والفواكه. الجمعية الآن بها أكثر من 30 فدان زرعت في خلال هذا العام. موالح 2500 شتلة مانجا، ثم جريب، ثم ليمون، ولديها مزارع أخرى من العلف. والآن الجمعية الحمد لله وشكر لله هي من يعني أكثر الجمعيات موجودة في ولاية الجزيرة، وأقدم دعما للمجتمع، دعما للفقراء، دعما للأسر بالصيبة كثير من الكوارث والمحن. فالجمعية قائمة بواجبها الاجتماعي كمان، لأن هي جمعية تعاونية تكافلية أصلا. يعني ما في أرباح كده بنوزعها نحن، كلها بتكون خدمات للغرية وللمنطقة وللمحلية، وحتى في الجهاد عندنا نحن ساهمنا مساهمة فاعلة جدا في الجهاد بأموال وبمواد. في حاجة محتاجين لها فعلا، وتكلمنا مع أخواننا في منظمات، نحن محتاج لتدريب، تدريب مزارعين وتدريب إداري، دورات تدريبية لمجلس الإدارة وللمزارعين.
لأنها بتساعد في نقل التغنية، بتساعد في صحيح. الإشراف المباشر بالذات في الجانب الإنتاجي والزراعي وفي الجانب التسويقي والجانب بتاع التخزين. أبو محمد هذا مهندس زراعي، نعم، فممكن أنت تدخلوا في بعض، إحنا أمورنا طيبة. الحبيب أبو مبارك تخصص بحر ما شاء الله تبارك، أسوار الذهب ما شاء الله، ما شاء الله في الرياضة يعني من أنا بس أنا أجي أقيمهم بس من كلام الأخ العزيز ما شاء الله، يعني عندهم تنوع شبه متكامل في الجانب. خلينا نشوف شكل المانجا هذه. المانجا يفتحها هذه غير هذه مال جنوب أفريقيا. أيوة طبعا هذه سعرها في السوق سعر عالي. نحن زارعين 2500 شتلة. طيب أنا بسأل سؤال، أنا عرفنا في السودان هناك ملايين أشجار المانجا بس البلدي لا ابدا التي فيها الالياف كثيره هذه دي زرعنا نحن. ممتاز أيوة. ممتاز زرعين لسه ليه انت صغيره يعني لسه تحتاج الى سنوات. نحن الان حسه الان مشروعنا الاساسي واللي مع اخواننا تنظيف الجبل مهندس خالد هو الابغار عندنا دراسه تسمين ما تسمين تسمين ولا تربيه لا تربيه بتاعت تربيه البان يعني البان نعم دراسة جدوى أولية لقيام مزرعة البان في جمعية قسم التعاون الزراعي فيها مكتملة. دي دراسة بتاع الدواجن مكتملة. انتوا عاوزين تجيبون البقر الهولندي نعم أيوة. مش عاوزين البقر البلدي لانه لا عشان الانتاجيه بيكون احسن طبعا نحن طبعا. مغيمات مغيمات العلف عندنا ما في في السودان ما في في السودان في مزارع اخرى في كثير يعني الحين المساجد التي بنيت في كسمبر والمدارس كلها ساهمت فيها هذه الجمعية ساهمت فيها هذه الجمعية المدارس نعم. المركز النادي والمركز الصحي النادي نعم كلها ساهمت عندكم نادي ولاد الحلة ديل ولاد القرية ديل بيشتغلوا هنا حتى كله بدل ولاد الحلة ده كله شغال هنا يعني كلهم قاعد يشتغلوا هنا بيشتغلوا مزارعين كم المساحة المساحة الأرض 177 177 فدان ما شاء الله المزارعين الآخرين اللي هم مش في الجمعية بيو ويريدون برضو. أن يسوقوا منتجاتهم الزراعية عن طريق الجمعية أيوة. بس تتعاونون معهم الشديد أيوة. لكن ما عندنا التخزين ها. ما عندنا مخازن مخازن مبردة ومخازن عادية لحفظ نعم لحفظ الخضروات ده المشروع الخاص بتاع الكهرباء دي المرحلة الأولى يعني هي من الخط الرئيس 17 عمود تقريبا عملنا هنا الحجرة عملنا المحول كلفتنا حوالي 300 50 أيوة. نعم دي تقريبا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تبدأ من هنا لحد تقريبا حوالي 2 كيلو كده 2 كيلو داخل كده نعم. 2 كيلو أيوة. مساحة 170 فدان نعم حنودي أعمدة ونودي هنا دائرة المرحلة دائرة تكلفة برضه تكلف تقريبا بنفس عشان الدخون على الدخل نعم. نعم نفس الموية يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة بادروا للخير وارسموا البسمة بادروا للخير وارسموا البسمة أمل واحد ألم واحد هاي بارد هاي هذه أول خطوة كونوا أنتوا القدوة هذه أول خطوة كونوا أنتوا القدوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة هذا شنو يا عمي؟ هذا هو أكبر بابور سنة 1950 1950؟ 1950 بابور إنجليزي 1950 لا يعني لا زال يعمل؟ لا 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 خدت إنه كده إزبيرات ما عنده تاريخ منتهي يعني خدت إنه التاريخ حاجة أثرية 1950 هذه الماكينة واحنا حين في 2014 2015 اذا 1950 هذه الماكينه على النيل الازرق واحنا حين في 2015 ما شاء الله للحين محتفظين بها وعندهم ماكينه جديده الحين يستعملونها هذا النيل الازرق أسأل الإخوان الحين عنه يقولون لي العمق 20 متر تخيلوا في شهر 7 و8 تبارك الرحمن يوصل العمق إلين عندي هني يعني يكون أعلى مد للنيل ويفيض يطلع فهذا من فضل الله سبحانه وهذه النعمة اللي تبقي لها حمد وشكر إذا في هذه الأيام العمق 20 متر يعني من هناك من عند النيل إلين هني
تقريبا بعد 20 متر، وما شاء الله الله يزيدهم ويبارك لهم في هذه النعمة. وإحنا نقول هذه اللي إحنا النعمة اللي تبقي لها حمد وشكر، الله يبارك لهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. قلب واحد. هذا محمد سعد الكواري، نفس الصورة اللي سواها. أنت سعدون. تقدر تزعد تبعد منها؟ ما ماسكة. ها؟ شوف. أبد الله. يا ناس يا ناس يا ناس يا شغيرو يا شغيرو. بلا ما بلا كلام فاضي. اسمع. نقدم لكم برنامج. بلا بنسوي. برنامج جميل. ارفعها ارفعها. نصف كل بعده. ارفعها. ارفعها. شو 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 سويت؟ ارفعها. تعبانة تبغى تنام. طيب. ها؟ قرب. كانت نايمة. كانت نايمة. كانت نايمة. ونحن نقول لها صح صحي في رمضان وتابعينا عبر قناة ما ينفيد نقول لها قناة صح صحي في رمضان وتابعينا عبر قلب واحد مع اللجاويد. سلامة. يلا شغيرة يلا قلب واحد. أبو أسامة موضوع البير. البير المسجد ثم البير. شلون قبل البير يعني الأباريج اللي هناك قبل البير الليلة يعني أخونا علي الله يديه والعافية خرب تاريخ السودان نهائي. كيف؟ انتهى منه بمعلومات جديدة أضاف لنا معلومات جديدة. إحنا كنا نفتكر إنه استغلال السودان 1956 اليوم كان 2900. إيه موضوع عمل مسابقة وهدر يا أخونا عقيل عمل مسابقة لناس الغرية في الصيوان ويقول لهم بعطيكم جائزة مالية. علي ما في حجة للسؤال رجعوا قال لي خطأ. هذا كرم والله العظيم ما في حجة. واحدين يجاوبوا صح واحد نادى وتصبل تغير تعال استغلال السودان كم كم استغلال السودان 2900 قال 1956 صفوه تعال يقول يا علي ما قال 1956 قال أقول حنا جينا السودان تعلمنا دروس ما أنتم ما تدرون. أعطيتونا دروس في الحياة. يمكن يعني أهل الخليج يعني الله منعم عليهم يعطيهم الله خير. حنا جينا هنا وتعلمنا دروس. يعني أنا كنت أكلم الوالد في السعودية أقول له يعني أنا في السودان والآن رايح مثلا النيل الأبيض وعند جوز سلام وزي كذا فيقول شوف يا ولدي يعني النعمة اللي حن فيها وهم اللي شون فيها ولدي تعلم. قلت والله يبا أنا شفت القناعة عندهم شيء عجيب صراحة. شعب مقتنع باللي كاتب له الله سبحانه وتعالى. فالأولى نحن نتعلم منكم. حنا نتعلم منكم. أنتم تعطونا دروس في الحياة. فإن شاء الله بإذن الله كل من يشاهدنا بإذن الله وهالخير إنهم يقفون معكم إخوان ومسلمين وعرب كلنا إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيكم العافية. نقول لهم نعطيكم دروس وعطونا قروش. ما في فك من الزول هذا. شكرا. ما في فك من الزول هذا. حتى أكلمكم اللي هم الألفاظ ديل ما جو هم ديل سعوديين وقطريين إغامة علي. حتى كنت أعمل له خروج نهائي. قلت له ما تشتغلي ليش يعوروني. أيوة واحدين زيارات ساي ما بشغلون واحدين بإغامة جبتهم. أي والله والله يعني أخواننا الناس الشايفون عينكم دي الناس مشهورين في بلاد الخليج سواء كانوا في الإعلام قنوات الفضائية وكذا. الله يبارك فيك الناس. أنا قايل كلها لا يقول محمد موسى أنا أعتبره هنا في السودان على ثغر. ليش؟ زرع الابتسامة هذه على وجه إخوان المسلمين تراها أجر كبير. هو زول مو سمح بس الله كاتب له توفيق يعني. أحبك يا أخي في الله حبا يحتوي قلبي لأن الله مولانا يجازي الحب بالحب وينشر ظل رحمته ويمحو فاحش الذنب إذا كانت محبتنا بلا غش ولا شوب. أحبك لا أريد النفع إلا ما قضى الله فلا دنيا تحركني ولا بسط ولا جاه ولا التعظيم يدفعني فما عظمت إلاه فحسبي مخلص في الله يلقاني وألقاه. أحبك يا أخي في الله حبا مثلما نفسي أذل إليك كي ترضى وأرفع بالرضا رأسي لأن رضاك من ديني وسعدك جالب أنسي فتلك شريعة المولى إله العرش والكرسي. محمد لا تقول قصيدة. يا محمد عطنا نكتة. أنا حافظ قصيدة. لجاجي يلغط الحبة ويجري ولا دي ما يا دي قديمة صح.
طيب انا النسوان فيه عشان ما اقول فيه حاجه يعني هنا. والله يعني الله يدينا العافيه مكملات قروشنا. اي والله والله يعني ما الله يدينا الصحه والعافيه يعني ويخليه لينا. بعدين طبعا في دول يا اخواننا مثلا زي اخواننا في مصر الواحد بيشكي من حماته يقول لك يعني المرأة بتدافع لها امها بتقول جيبوا ليها وجيبوا ليها. نحن هنا عندنا العكس. احنا نسيبتك اطيب من مرتك. الله اكبر. اي صح. وتحترمك اكثر من مرتك وتغدرك وقدامك ما بتاكل ومرتك ما تاكل قدامك ما تشرب قدامك. اي والله يعني كده. لكن في حالات نادره ده قال واحد مكتشي نسيبته كتير لانه اول ما تيجي بتقول البول بيت ده ما غيروا لا هسه ما لسه بلوغه دي ما يضربوا لك ونجير وما بيتكم ده وقع عديل انتم مالكم الحله كلها بيوت سمحه البيت ده بيقع فيكم. اها وما بدور الكلام ده لانه مرتبه قدر المعيشه كده. يوم الجمعه منبسط تمام قاعد راجل فطور يجيبوه كان جات خاشه قال لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ده يوم راحتنا يا اخواننا يوم كيف تمام قال لا والله طيبين تفضلي تفضلي الله يسلمك كيف ان شاء الله كويسين قال لا والله طيبين. ها قاعده معانا كثير قالت لي والله لما تزهجوا مني قال لا لا يا اخي اشرب المويه اشرب المويه يعني نحن هسه زهجانين مني. عدت لها يومين ثلاثه في عصابه خطفوها وقاموا ضربوا له تليفون قال لنا سيبتك دي معانا قدام مرته يا تدفع 100 مليون يا نحرقها بالبنزين. جا راجع لمرته المغرب ومغبر تعبان قالت لي مالك قال لا الله الناس زي قالوا يا 100 مليون يا يحرقوها بالبنزين وانت مالك تعبان كده قال لا ما بلين في التبرعات يعني بجمع في التبرعات هنا. قالت لي لحد هسه جمعت كم قال لا 25 جالون دول حريقه سايو ايوه ما في قروش. والله كمان لما الله جاب اخونا سعد القحطاني يعني احكي لكم حاجه معانا السعوديين كمان ما تضحك انا خاصص لا لا لو ما فتح يضنينه بدق له خروج النهايه والله انتهى منه. بعدين طبعا السودانيين اخواننا معروفين بوقفتهم يعني هسه السوداني يجي في الشارع لقاك واقف ما فوتك يعني عربيتك دي كانت متعطله بيفهم ما بيفهم بكيف المهم يكون جنبك. فقالوا ماشي على طريق جد المدينه لقى واحد من اخواننا السعوديين عربيته متعطله ها زول مالك في شنو؟ والله قالوا السياره تعطلت ما ادري ايش فيها. قال لا زول كان افتح الكبوت ده الله كريم يا زول ما فهمش ما بيفهم هبشة كده عاين كده غايته ما فهم اي شيء. في النهايه يا ربك رب الخير لقى سير المكنه مقطوع جراه وكيمره وقال لا زول السير ده مقطوع ده الموقف العربيه ذاته انك سير زبير؟ قال لي لا. في محل زبيرات هنا؟ قال لي لا. عاين شاف السعودي لابس العقال والعقال الاسود قال لازم اقول لك كلام كان يجيب العقال ده. جاب العقال حكمة الله ركب محل السير عربيه دورت هو فات والسعودي فات لقى بعد 6 شهور في جده عرف السعودي قال لي السعودي عرفتني؟ قال والله والله. قال لي تذكر طريق المدينه وقت عربيتك خسرانه انا ما جيتك. اي السودان الله يحييك الله يسلمك شلونك طيب؟ ها كيف اخبارك؟ قال والله تمام انت السياره ماشيه كيف؟ قال له زينه بس تاكل عقالات كثير والله. يلا كتر خيركم بارك الله فيكم. ولمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن أو عن طريق التحويل البنكي على الحساب التالي. كما يمكنك التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل. فريق النيل الرمز رقم 1، فريق أبشر الرمز رقم 2، فريق الأجاويد الرمز رقم 3، حسب الأرقام التالية. عمل واحد هدف واحد عمل واحد هدف واحد قلب واحد قلب واحد نبض واحد قلب واحد نبض واحد يلا شباب. دقيقة عين أخونا عقيل ده أخواننا
عقيل عنده مسابقة. زين عندي عندي سؤال بس الإجابة ما حد يجاوب بس يرفع يده باللي اختاره يجي ماشي؟ آه ننتظر يلا أول رئيس للسودان بعد الاستقلال واحد بس يجي واحد تعال تعال نو صلاح هارون أسهري 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 صحيح 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 سهل عطا النادي المقدمين 200 جنيه للإجابة الصحيحة طيب أنا عندي سؤال وعليه 100 مليون جنيه سوداني من هو السفير السعودي في الصومال؟ واحد واحد يعني عارف ما عارف انه من القروش ما يلا طيب ها امام الكبار يجي تعال يا حاج سؤال تعالي سؤال يلا هذا علي عنده سؤال بعد هاي يا عمي علم السودان كم لون يلا العلم فوق كم لون يلا ثلاثه لا 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 الابيض مش لون هذا ها اسود 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 ازرق ازرق صح 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 لا هيك قبلون قبلون ايوه تعال 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 قبلون قبلون اربع الوان صح اربع الوان صحيح يلا طيب سؤال سؤال بطرح سؤال في الدين اول شيء هذا اول السفير ها ما لا لا سفير خلاص ما في اصلا سفير ما في سفير اصلا سؤال بسال انا سؤال ابسال الشيخ هذا تعال الشيخ ابوي تعال 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 قريب كيف حالك يا عم طيب يا شيخ الحمد لله شوف الجواب صح تاخذ حقك قبل كذا عشان المشاهدين شوف قبل كذا جواب صح تاخذ حقك اجابه جواب خطا تعطيني فلوس انت يقول مالي دخل ما حجاوب طيب من اول من اسلم من الرجال من هو اول رجل دخل في الاسلام بعد جاءت الدعوه للرسول صلى الله عليه وسلم يلا بعد دعوه ها بكر سمع سمع ابو بكر الله اكبر صح 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 عطر 200 مبروك 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 يا عم باقي سؤالين باقي سؤالين سؤالين اسمك ها آيات آيات اسمها آيات حظ السلام ال 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 شنو الجمهور السلام الوطني السوداني حظ نشيد العلم أقيف هيك يلا وقولي يلا اشتري مادة بأخرى زون هذه أرض ولا لا بين السودان ولا آلو بين البن يا بني السودان هذا رمزكم فيحمد الإباء ويحمى أرضكم الله أكبر تستاهل أصبر أصبر استقلال السودان سنة كم؟ 2800 ها؟ 2800 صح 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 ابشر البامبو سوداني ابشر البامبو في كياني ابشر 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 احنا في خدمتكم ابشر نسعد بسعادتكم ابشر نعين نعاونكم ابشر 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 والله الابتسامة زرعة بحد ذاتها اجر عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني احبوا الاعمال الى الله سرور تدخل في قلب مؤمن او قلب مسلم كما جاء في الحديث والاخوان في السودان يعني جزاهم الله خير في هالقرية استقبلون احسن استقبال على فقرهم وعوزهم الا استقبالهم انعم واكرم استقبال الرجال واستقبال اهل القرية كامل التقديم والقهوة والشاي والفواكه والله يعطيهم العافية يا أهل الخير تعاونوا ونعين ونعاونهم يا أخوان الله يعطيكم العافية إن شاء الله إن شاء الله الولد متى استقلال السودان 2900 أكيد بغشش الله يقطع بليسك قال 2900 والله والله العظيم إزاي كان الله يهديك إزاي الفهم جاء هو 1900 ولا 1956 ابشر 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 مين اللي يشرف عليهم لا امهم معاهم ها امهم ما بتعرف تتكلم ولا لا ما بتعرف تتكلم
ابوهم مات في حادث سرقه، ما وريتهم انا وريتهم قبيل كله. هذا هو واحد منهم؟ لا واحد منهم، ودي واحد منهم، وفي واحد ثاني. ما في احد منهم يتكلم؟ في ولا؟ والله في اخوان كبير ما شاء الله، هو وحيد اللي ماسك عليهم كلهم، وحتى توقف من التعليم على حسب الوضع الحالي الموجود فيه، توقف من التعليم. هذا اخوهم الكبير؟ اخوهم الكبير. السلام عليكم. كيف حالك؟ شلونك طيب؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله كويس. تمام. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب خير صحة تمام؟ الحمد لله رب العالمين. حياك الله اخوي، كيف الحال؟ صحة والامور؟ والله بخير، كل شيء تمام. اسمك وين انت؟ محمد البدر. محمد ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية. كم عمرك يا محمد؟ 27. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، ان شاء الله يقويك. من لما انولدت كانت عندك مشاكل الحركة ولا كنت؟ لا لا كان كويس. كم كان؟ 200 200 جات ولدت كذا ولا؟ لا لا الحمد لله على كل حال. الله يشفيك يا رب. تشدد كذا ان شاء الله رب العالمين يعوضكم خير في الدنيا وفي الاخره. قول امين. امين يا رب. انت اسمك منو؟ حسن. حسن شغال شنو حسن؟ اعمال حرة. اعمال حرة؟ يوميات كذا. يوميات كذا. طيب انت ما شاء الله شغال بتصرف عليهم والجماعة هذه كلها. اي نعم. شوف انا اول حاجة اذا اقول لك سبحان الله، يمكن دي يعني ربنا اختارك انت لمهمة عظيمة. نعم. اول حاجة دي الاولاد ايتام. ابوك متوفى من بدري مش انت ولا كم سنة؟ ابوك متوفى قبل كم سنة؟ 2001. يعني لما يتوفى كلهم صغار 14 سنة لسه. فسبحان الله يعني انت ربنا اختارك لمهنة عظيمة. ما في افضل في الدنيا دي من انك ترعى ايتام. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافئ اليتيم شنو؟ كايتين في الجنة. انت ذيل اخوانك يعني اصلا انت حترعاهم حترعاهم. بس حاجة واحدة انك تحتسب الاجر باذن الله تعالى. كل خطوة كل لقمة تجيبها لهم ربنا بيديك فيها اجر باذن الله بقربك فيها الجنة. ده رقم واحد. رقم اثنين الشباب ديل طبعا اللي جوك زياره وبتمنى انه يعني ربنا يكون سخرنا لك ليه. سمعت كم دخل اليومي؟ يا اخي من 20 الى 30 جنيه. يعني من 15 من 10 ريال لين 20 ريال. ولا شيء اكثري. انت شفت يعني كم شخص انت قاعد يكد عليهم؟ 6-7 دولار في اليوم. كلهم فيهم شلل ولا في مرض ولا شيء؟ صاير المرض اللي هو سبحان الله المرض اللي فيهم هذا. انت شفت حتى كلمات اليوم الاكل يمكن ما يغطونك الكلام ما مالك بالمرض وادويه. هو يتكلم شفت الدمع يعني ما حدا محتاج يتكلم في شيء داخل سبحان الله. ايش رايكم نشوف مكان قريب يبيع بقر؟ لو يبين ترى البقر يقدر عليهم خير ومنتج يعتبر ونادر اصلا شيء مو باي حد عنده. الرجال شغال في الزراعه يعني والرعايه. شو اسمه الاول؟ عبد الجبار. عبد الجبار موسى. ايش رايكم ناخذ واحده حق عبد الجبار واحده حق حسن؟ ممتاز. خلينا نروح نشوف اقرب سوق. اذا حصلنا بناخذ له. والله يكتب الله يوفقنا ويسخر وييسر الامور ويكتبها النصيب. واذا ما حصلنا ان شاء الله بنكلم المكتب ان شاء الله هم يجيبونها لها. توكل يلا توكل. هذا البيت صراحه من اكثر البيوت اللي اثرت فينا كلنا كفريق نيل. يعني انتم لو تشوفون معانا الاب توفى، الابناء ايتام، الابناء معاقين فوق انهم ايتام لا معاقين. اغلبهم يعانون من اعاقات. ما في الا اخوهم الكبير حسن، هذا هو الوحيد اللي صاحي ما في اي شيء. ونشوف ايضا الشيء اللي جدا ايجابي ونشكره عليه ونسال الله انه يتقبل منا، انه واقف معاهم وقاعد يجيب لهم فلوس ويروح يشتغل لهم. فنسال الله انه يحفظه ان شاء الله ويرزقه كل خير، وان شاء الله نشوف واحد من المحسنين يتبرع لهم باي شيء يكون فيه خير له واجر له باذن الله. انا بعد ما طلعت من المنطقة جاء على بالي شيء، إني أوجه رسالة وكلمة لكل شخص في خير وفي نعمة وفي صحة وفي عافية وفي سكن وفي كل شيء يعني رب العالمين وفره لأنه يشكر رب العالمين، يشكره باللسان بالعمل بشكر النعمة كرمه على الناس تصدقه للناس معرفته للخير، معرفته أن رب العالمين أنعم عليه بنعمة كبيرة. لأن النعمة هذه سبحان الله
زواله، وبالتالي كل شخص في نعيم الآن لازم أن يشكر رب العالمين على النعم اللي هو فيها، يحمده صبح وليل، وأيضا يوقف مع أخوانه المحتاجين اللي هم بأمس الحاجة للمساعدة في السودان وفي غيرها من الدول العربية وغيرها من الدول الإسلامية. رحلوا من بلد إلى بلد ونمد الأيدي ونساعد، نرحل بالحب ويجمعنا الخير على قلب واحد. نرحل من بلد إلى بلد ونمد الأيدي ونساعد، نرحل بالحب ويجمعنا الخير على قلب واحد. نمسح دمعات ليتيم قد فقد حنان أبويه، نمسح دمعات كم باتت تحرق في الوحدة عينيه. سنواسي قلبا يتمزق في أضنع امرأة ثكلا، نجمع أوصاله بالأمال كي تصبح دنياها أحلى، ونداوي نفسا تتألم يعصرها.